صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات الصحة والجمال الفضائية، أهلا وسهلا بكم ويوم جديد من برنامجكم ساعة في بلدي. معكم خالد الأمير. برنامج ساعة في بلدي برنامج صناعي اجتماعي بيتكلم في أهم المعوقات اللي بتقابل المصنعين في الوقت الحالي. طبعا الأسبوع ده كان ليا لقاءات متعددة لبعض المصنعين في محافظة الغربية. محافظة الغربية من المحافظات المميزة جدا في صناعات كتير جدا، يعني صناعة الغزل والنسيج، صناعة الملابس الجاهزة، يعني محافظة متميزة جدا، وبالذات مدينة المحلة وقرى المجاورة لمدينة المحلة في صناعات كتير جدا مختلفة بدأنا فيها. في حاجة مهمة جدا يا جماعة عاوز أتكلم فيها. في الوقت الحالي في مدينة المحلة في مدينة صناعية، في يعني بعد شهرين بالظبط، يعني هم في الوقت الحالي أقاموا الشغل فيها، يعني بدأوا يشتغلوا فيها، وفي ناس بدأت تاخد، يعني سيادة الرئيس في الوقت الحالي بيقول الصناعة، بدأنا ناخد خطوات تجاه الصناعة بطرق ممتازة ومحترمة جدا في أكتر من محافظة. يعني محافظة الغربية زي ما قلت لحضراتكم متميزة جدا في حاجات كتير، زي ما قلت لحضراتكم واحدة كرة محافظة الغربية متميزين جدا في الصناعة، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة المفروشات، يعني جميع الصناعات المرتبطة بالنسيج. كان في بعض المصنعين بيشتكوا لي من المادة الخام، عدم ثبات أسعار المادة الخام عاملة لهم مشكلة، يعني المادة الخام عاملة لهم مشكلة. في بعض المصنعين عندهم معوقات في الخدمات، يعني الخدمات يعني فيها بعض المعوقات. ففي الوقت الحالي في خطوات سريعة جدا بالنسبة للصناعة بشكل خاص. الأسبوع ده التقيت بالمهندس حسني سلطان رئيس مجلس إدارة مصنع الأصدر وريفال. الراجل ده مميز جدا جدا في صناعته، يعني هو في إحدى قرى محافظة الغربية، مميز جدا، يعني من الناس اللي هي بتشتغل بمادة خام مطابقة للمواصفات. راجل مرخص، مأمن على عملته، بيدفع ضرائب، ملتزم، بدي للدولة حقها وبدي للعمالة حقها، ما عندوش معوقات، يعني المعوقات اللي بتقابله معوقات خفيفة جدا مش عاملة له أي مشكلة. صناعته طبعا في اللينجيري والمحجبات، بدايته كانت في التجارة، يعني بدايته بدأ تاجر يعني وخد خطوات. كل انسان يا جماعة عنده طموح، كان الطموح المهندس حسني سلطان ان هو يبقى صاحب مصنع. ليه؟ عشان يشغل العمالة بتاعت اهل القرية، يعني عاوز يشغل الشباب بتوع القرية، ففتح مصنع ما شاء الله حاجة محترمة جدا. هو طبعا عضو في مجلس ادارة الجمعية الخيرية بالقرية، يعني راجل كمان بيعمل خير، يعني طبعا هو قال التفاصيل بتاعت الجمعية الخيرية في القرية. هو طبعا يعني بينوب عن بعض المسؤولين في القرية ان هو اي مشكلة هو بخلصها، اي حد محتاج حاجة هو بيعملها، فهو مثال لكل يعني راجل مصري محترم وطني بحب البلد. عنده اكتر من 25 عامل في الوقت الحالي. طبعا هو يعني باذن الله في الفتره اللي جايه زي ما قلت لحضراتكم المدينه الصناعيه الجديده اللي بتقيم في مدينه المحله هو واخد فيها يعني صرح جميل كده، هيفتتح باذن الله في القريب العاجل. طبعا المعوقات اللي بتقابله زي ما قلت لحضراتكم معوقات زي زياده اسعار الماده الخام، ده عامله مشكله للمصنعين، شويه في الطالع وشويه في النازل، فعامله مشكله. الركود، طبعا الركود مش في مصر بس، الركود في العالم كله، يعني كل الدول تعتبر شبه متوقفة، لكن مصر طبعا مش شبه متوقفة، مصر طبعا الناس بتراعي ربنا في بعض. أسعار الكهرباء، يعني أسعار الكهرباء طبعا عالية عن المصنع شوية فبيشتكي منها. هنشوف المهندس حسني سلطان وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. أنا كنت خريج أداب
قسم تاريخ. تمام. ودرست في اليمن 7 سنوات. بعد كده لما بطلت سفر بدأت أفكر في العمل الخاص لتوسيع الدخل مع العمل في التدريس في الأزهر الشريف، فاتجهت للتجارة فترة صغيرة لحد ما حسيت أن أنا أقدر أقوم بعمل في مجال التصنيع، فبدأت بمكنة أوفر اللي هي سرفلة 3 فتلة، والحمد لله بدأ التوزيع يزيد، فبدأت أزود المكن، والحمد لله دلوقتي وصلنا لدرجة كويسة. وبرضو الحمد لله قدمنا لوحدات في المنطقة الصناعية في المحلة. يعني حضرتك رحت المدينة الصناعية الجديدة في المحلة؟ المنطقة الصناعية. قدمنا طلب وتوافق لنا على 5 وحدات باسمي و5 وحدات باسم المدام علشان نوسع برضو المجال العمل، وده طبعا جهد كبير الدولة بتبذله. بنشكر القيادة السياسية وعلى رأسها طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر برضو الأستاذ محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، جهد كبير بيبذله في المناطق الصناعية وإقامة المناطق الصناعية. ده طبعا هيدي دفعة كبيرة للصناعة في مصر، وده اللي احنا بنتمناه ان مصر تكون لها مكتبة متقدمة في مجال الدول الصناعية، لأن طبعا معروف ان الصناعة هي عماد أي دولة متقدمة ورمز للدول المتقدمة، وبتزود الدخل بتزود فرص العمل، ونتمنى ان الصناعة يكون يعني متوازي لها تقدم في العلم والتكنولوجيا، لأن ده طبعا يخدم الصناعة في مصر ان يكون في ابتكارات، الصناعة المصرية تكون صناعة مبتكرة أكثر من انها تكون صناعة تقليدية، ده بنتمناه للصناعة في مصر. فالحمد لله يعني أنا شايف إن في تقدم كويس في مجال الصناعة في مصر الحمد لله. تمام. في صناعة مصرية نقدر نفتخر بها الحمد لله. وطبعا وقوف المستورد اللي سيد الرئيس أمر إن ده طبعا دعم الصناعة المصرية بشكل خاص. الصناعة المصرية بشكل كويس الحمد لله، بيزود الفرص التوزيع في السوق الداخلي والعمالة فرصة للعمالة تشتغل، ونتمنى برضو ان يبقى في مساعدة من الدولة في مجال التصدير كمان. تمام. ايه المعوقات بقى اللي بتقابل حضرتك يا فندم في الصناعة في الوقت الحالي بشكل خاص؟ هو حاليا بقى زيادة المواد الخام السنة دي زيادة كبيرة، وطبعا في ركود في السوق من سنتين زي ما قلنا بسبب موضوع كورونا ورفع اسعار الخامات. تمام. او زيادة اسعار الخامات. مفيش معوقات تانية يا فندم؟ لا الحمد لله. يعني في معوقات حضرتك عاوز تتكلم فيها والسادة المسؤولين يتابعونا والسادة المشاهدين؟ لا الحمد لله، هم بس الأزمتين دول أو المعوقين دول. تمام. زيادة أسعار المادة الخام، عدم ثبوت أسعار المادة الخام. وإيه تاني يا فندم؟ والركود في السوق. والركود في السوق، دول معوق اللي بقابل حضرتك. لكن مفيش معوقات في الصناعة تاني بتقابل حضرتك؟ الحمد لله. يعني عمالة منتظمة مع حضرتك؟ يعني مفيش مشكلة؟ لا الحمد لله. تمام. احنا حتى في ازمه كورونا كنا من المصانع اللي ما قدرنا ما وقفناش ما توقفتش. تمام. يعني امتصينا الازمه لصالح ان العماله ما تقعدش. ما شاء الله الدكتور طارق رحمي من المحافظين اللي بذلوا مجهود كبير، ولكن برضه احنا بنتمنى ان هو يزود نظرته لمدينه المحله. تمام. مدينه المحله بنقصها خدمات في تسفيل الشوارع وقلعه صناعه، وهي قلعه الصناعه، فاحنا عايزين برضو يكون لها نظره اكبر ان شاء الله من حضرته او من سيادته. احنا طبعا بنقدر ونسمن مجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو يعني مجهود كبير جدا بيبذل من جانب الدوله في تشجيع الصناعه، اذا كان من ناحيه المناطق الصناعيه، وبرضه بيقوم فيها مجهود كبير الأستاذ محمد كمال مرعي عميد النواب، وبرضه قرض الصناعة المبادرة بتاعت السيد الرئيس دي شجعت 5%، احنا استفدنا منها برضه، دي شجعت برضه في مجال الصناعة تشجيع طيب جدا، فأنا بنسمن ونقدر مجهود السيد الرئيس، ونتمنى أن مصر تكون أكثر تقدم في ظل راية سعادته، ويكون من الدول المتميزة إن شاء الله. أستاذ مصطفى، بدايات حضرتك في المجال من إمتى؟ والله من صغري، من أجازة على طول مع الوالد، يعني من أجازة
يعني الدراسه تخلص من الاجازه في المصنع في الشغل كده مفيش يعني. تمام. احنا شغالين في عندنا مكن نسيج. تمام. المكن بيخش نسيج الاول للخيط. تمام. بعد كده بتخش مراحل، اول ما بتطلع حته قماشه تمام بتخش مثلا على الاوفر تمام والفرمطه والرش، بعد كده بتخش تتنظف، بعد كده بتخش المسبغه تمام، بعد ما انت شايف كده بتخش التنظيف تاني مره، وبعد كده بتخش التكييس، وبعد كده بتخش المخازن. عندنا طبعا السمن الداخلي اللي هو الحريمي، عندنا الخمار والنقاب والاسدال والطرحه، الحاجات كلها المتاحه. المحجبات. بنصح الشباب كلهم، بقول لهم المفروض يد العمل ناقصه دلوقتي في السوق، والمجال التصنيع مفتوح تمام، فبنصحهم ان هم يشتغلوا وليه مستقبل طبعا، غير التيك توك والفيسبوك والحاجات دي تمام. لا الدليفري لا بنصح الشباب ان هم يشتغلوا تمام، وان شاء الله يا ربنا يوفق باذن الله. والرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم الشباب. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتم، المهندس حسن سلطان رئيس مجلس إدارة مصنع الأزهر وريفيل للملابس الجاهزة. إنسان طبيعي جدا يا جماعة، حتى العمالة عنده عمالة منتظمة جدا، فريق عمل ما شاء الله. يعني الراجل ده من الناس المميزة جدا في الصناعة زي ما قلت لحضراتكم، ما عندوش أي مشاكل. راجل وطني بيحب البلد، بيشغل عمالة، بياخد خطوات بطرق شرعية محترمة، بالتوفيق إن شاء الله المهندس حسني سلطان. هنروح لنفس المجال. التقيت بالمهندس سعد الباري رئيس مجلس إدارة مصنع سانتوب للملابس الجاهزة. طبعا الأستاذ سعد أو المهندس سعد من الناس اللي اجتهدت جدا وجايباها من تحت، واخدها خطوات. يعني هو بيقول لي أنا بدايتي كنت عامل في إحدى المصانع في محافظة الغربية، مصانع الملابس الجاهزة أو الغزل والنسيج، خد خطوات، اجتهد بطرق محترمة جدا. على فكرة هو وطني جدا، راجل بحب البلد، بدعم الشباب، يعني وطني، يعني إنسان وطني محترم جدا. بدايته كانت سنة 98. أهم المعوقات اللي بتقابله في السوق في الوقت الحالي الركود وزيادة أسعار المادة الخام، ده عامل له مشكلة كبيرة جدا. هنشوفه ونشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. والله هي البداية أساسا، أنا خريج دبلوم زراعة دفعة 89، بدأت في صناعة الملابس الجاهزة، اشتغلت كعامل في مصنع سكاي توب للملابس الجاهزة. كنا بنشتغل كعمال عاديين، اتعلمنا المهنة، اجتهدنا، بدأنا نفتح مصنع ملابس مصغر كمثال للمصنع اللي احنا كنا شغالين فيه. ماشي؟ تمام. وبفضل ربنا باجتهاد مننا بدأنا نخطو خطوات بسيطة ولكن خطوات صحيحة. تمام. بفضل من ربنا وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. ثم بعد كده بدأ الحال يتطرق معنا إلى أن وصلنا للوضع اللي احنا فيه. المعوقات اللي بتقابلك في الصناعة في الوقت الحالي يا فندم، تفضل. والله هي معوقات ترجع للحالة الاقتصادية بتاعت الناس عموما، واخد بالك؟ وفي حالة كساد في السوق، ودي مأثرة عموما على صناعة النسيج عامة وليس الملابس الجاهزة فقط. كل قطاع النسيج، الغزل والنسيج متأثر بحالة السوق. تمام. وهي دي مشكلة كبيرة ولابد من سعي حلها. تمام. واخد بالك؟ الحاجة التانية موضوع العمالة، موضوع سبب كساد السوق مأثر على إنتاج المصانع، وعادة أصحاب المصانع بيبقوا في حالة تسريح للعمال بسبب الكساد اللي في السوق، ان هو بينتج انتاج اعلى من احتياج السوق. تمام. فدي المشكله الكبيره اللي المفروض فعلا الدوله تسعى لحلها. تمام. ايه المعوقات الثانيه يا استاذ سعد بتقابل حضرتك؟ المعوقات الثانيه انا مش شايف في اي معوقات ثانيه بالنسبه لل، يعني شايف الصناعه بخير؟ الصناعه بخير. يعني شايف ان احنا جايين؟ انا متفائل.
متفائل. نعم والله انا كخدمات، انا بتكلم على نفسي انا شخصيا طبعا. كخدمات الكهرباء كويسه واخد بالك، الا انك ممكن ندعم موضوع الكهرباء، ان مثلا ممكن يكون في كشك محول واحد بيخدم المنطقه كلها وده بيعمل ضعف في الكهرباء في بعض الاوقات واللي هي اوقات الذروه زي ما بنقول. تمام ماشي. الحاجه الثانيه الصرف الصحي، هو ما فيش صرف صحي هنا لكن في بديل صرف صحي وبنسعى جاهدين، والسادة اعضاء مجلس الشعب بيسعوا ان هم يوصلوا الصرف الصحي اللي موجود داخل العزبه هنا. الحاجه الثانيه بالنسبه للغاز الطبيعي برضك، القريه خاضع للغاز الطبيعي وهم شغالين في الغاز الطبيعي دلوقتي. طب انا عاوز يعني كلمه من حضرتك للدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه من خلال الاستاذ سعد، اتفضل يا فندم. تقول له ايه؟ والله نقول له ربنا يعينك على المحافظه، المحافظه محتاجه جهد كبير ماشي، ومحتاجه مجهود اكبر مش مجهود كبير وبس، مجهود المحافظه كبيره. المحله نفسها كمدينه انا بعتبرها محافظه وليست مدينه خاضعه للمحافظه، محتاجه مجهود كبير. المحله لوحدها بيتبعها اكثر من 50 قريه، كل قريه لوحدها بتعتبر مدينه، محتاجه خدمات كتير، وربنا يعينك على المسؤوليه. في كلمه مهمه من خلال حضرتك للسيد الرئيس عبد الفتاح تتعلق بالصناعه بشكل خاص، تقول له يا فندم؟ انا السيد الرئيس انا شخصيا بشكره على مجهوداته في جميع المجالات وخصوصا الطرق والكباري، انا شايف ان دي البنيه الاساسيه اللي بتعتمد عليها كل الصناعات وليس صناعه الملابس الجاهزه بس، وهو بدا يعني انا شايف الدوله كلها في اتجاه صحيح انها بتبني بنيه تحتيه صحيحه تعيش البلد عليها مده طويله، ولكن الحاله الاقتصاديه حاليا سيئه. تمام. فمراعاه لظروف الناس. تمام. اكتر من كده ما فيش. تمام. بالنسبه للمصنع بقى، نروح لمصنع سنطب للملابس الجاهزه، نعرف الساده المشاهدين طبيعه تصنيع حضرتك او المنتج النهائي. والله احنا بنصنع ترنج. ترنج شبابي، ترنج اولادي، ترنج رجالي. ده اساس المنتج اللي بننتجه في المصنع. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا الاستاذ سعد الباري رئيس مجلس اداره مصنع سنطب للملابس الجاهزه، طبعا طبيعه التصنيع بتاعه ملابس رياضيه. طبعا الملابس الرياضيه مفيش بيت في مصر ما استخدمهاش، فهو راجل يعتبر من اول المصنعين في القريه اللي قائم فيها. في بعض المعوقات زي ما قال في الصرف الصحي، في الكهرباء، فيها بنطالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه ان ينظر نظره لبعض القرى اللي فيها بعض المصنعين. هنروح لمجال آخر أو نفس المجال. التقيت بالأستاذ رضا الحريري رئيس مجلس إدارة مصنع سمارت للملابس الجاهزة. طبعا هو بيعمل يعني بإحدى المصانع من فترة قصيرة، يعني هو بدايته في المجال من فترة قريبة جدا، بدايته من 3 سنوات. أهم المعوقات اللي بتقابله عدم الاهتمام بالمشاريع الصغيرة، يعني عنده مشكلة في المنطقة بتاعته إن محدش مهتم بالمشاريع الصغيرة. هو طبعا قائم في إحدى قرى محافظة الغربية. عدم ثبات الأسعار المادة الخام، عنده مشكلة في ثبات أسعار المادة الخام اللي أنا بتكلم فيها يا جماعة. عدم التحكم بالنسبة للمستوردين في المادة الخام، دي مشاكل بتقابل المصنعين يا جماعة. والأستاذ رضا الحريري من الناس اللي هي مميزة في صناعتها، يعني هو بدايته من فترة قريبة بس عاوز يكبر، يعني هو بيقول لي في الفترة اللي جاية أنا استثمرت وخدت قطعة أرض كبيرة وهيقيم عليها مصنع كبير يشغل عمالة أكتر. هو بصراحة يعني شاب من الشباب المحترمة جدا اللي بتاخد خطوات تجاه الصناعة. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة وهنرجع لحضراتكم تاني. الموضوع بدأ معايا من فترة كبيرة جدا، لا يعني ما كنت مع أخويا الكبير الحاج إبراهيم المرسي وأخويا الكبير الحاج سعد البقري
دول قعدت معهم فترة كبيرة جدا في مجال التصنيع وفي مصانعهم، وخدت فكرة عن المجال كبيرة وعن المكان والإدارة والسوق وكده. وبعدين حبيت أخش في الفترة الأخيرة في مجال التوزيع، يعني قلت التوزيع مع التصنيع بيبقى إيه، التوزيع يعني ممكن يكون سابق شوي. تمام تمام. لأن إيه، لقيت التوزيع محتاج مثلا رأس مال كبير جدا، فقلت خلاص نبدأ إن شاء الله خطوة خطوة بالتصنيع، وبعد كده يجي التوزيع معي إن شاء الله بإذن الله. تمام. المعوقات اللي بتقابلك في الصناعة في الوقت الحالي يا فندم، اتفضل. هو بالنسبة للمشكلة الأولى اللي واجهتني أنا بشكل شخصي، إن أنا موظف، يعني أنا مش عارف أتعامل عن طريق مصنعي مع البنك وأخذ القرض المدعم اللي صدر الرئيس يعني اتكلم عنه أكتر من مرة. يعني أنا موظف ممنوع يعني أعمل بطاقة تربية وسكة تجاري، ده بيعتبروه جمع بين وظيفتين، فبضطر أعمل باسم أخويا باسم أخته، طبعا ده برضو بيبقى له إيه معوقات تانية. فأدي أول مشكلة. المشكلة التانية عدم ثبات الأسعار، يعني الأسعار بترفع بشكل مش طبيعي وبشكل يعني مش تدريجي، لا ده بشكل مفاجئ، وده معناه ان في يعني تحكم في سوق المادة الخام من بعض الشخصيات، الله اعلم بقى اتجاهاتهم ايه او نظامهم ايه، يعني ماسكين السعر. وطبعا ده بيأثر على واحد زي يعني انا عاوز ابدا اجيب قماش، عاوز اتصرف، عاوز اعمل، فبالتالي بلاقي مثلا السعر النهارده كان بكذا بكره بقى بكذا، وزياده مش زياده يعني ممكن نقول حد معقول، لا ده طفرة ممكن يصل لحد كبير. فطبعا ده بيرفع معايا كمان ان انا لازم اجيب المادة الخام معها كمان، هي الحاجات المساعدة كمان بترفع هي كمان معها، فبالتالي ده برفع عني كمان سعر المنتج، فبالتالي الناس ما بتشتريش، يقول لك الدنيا كده غالية. والناس اصلا الايام ديت يعني الناس الحمد لله عندنا في مصر ولاء جامد جدا للبلد، والناس متحملة ظروف البلد، فبالتالي القدرة الشرائية قلت شوي. انا بشكل خاص اللي هم أصحاب المكاتب والتوزيع، يعني احنا مثلا يعني مش عايز أقول إن في كتير منهم جدا ما شاء الله ربنا يبارك ناس على مستوى عالي جدا من الأمانة والخلق، لكن في البعض وللأسف بيسيء للكل، إن بيستغل الظرف وبيستغل الوضع وياخد المنتج ويقول لك أنا هاخد منك الكمية على آخر الموسم. يجي في آخر الموسم وهو عارف كويس جدا إن خلاص الموسم كده بنقول احنا باللغة يعني شطب، فبيجي ان هو يضغط عليك يقول لك نزل لي في السعر بعد ما كنا اتفقنا معاه وخلصنا معاه، يعني هو خد 1000 حته مثلا. تمام. طب احنا عاوزين فلوسنا عشان نحاسب تاجر القماش عشان نحاسب الناس التانية. تمام. يقول لي طيب نزل لي في السعر، لا ابعت لك جزء كبير من المنتج. طب تمام. انت كده بتخسرني. فبالتالي انا بنزل. تمام. فبالتالي بيحصل عندي عجز مالي. تمام. فبلجأ لأوضاع تانية بتزيد عليها الديون. طبعا الحاجات دي بتوقعك. بتوقع أي حد. وهي دي المشكلة الكبيرة اللي ماشية الأيام دي. تمام. إيه المعوق تاني يا أستاذ رضا؟ والله أنا ده اللي أنا حسيته ولمسته في الفترة الأخيرة دي. طيب إيه المطلوب من الدولة في الوقت الحالي؟ رقابة. أنا عاوز من الدولة مزيد رقابة. رقابة على الأسعار. رقابة يعني أنا مش عارف هل هي تجوز أن أقولها ولا لا، على مافيا التجارة والتجار. رقابة على السوق. السيد الرئيس من ساعة ما مسك البلد وهو بيتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح، وإن كان بعض الناس مش واخدة بالها من موضوع الصراحة ديت، لكن أنا أصرحك وزعلك أحسن ما أكذب عليك وأغشك. السيد الرئيس ما شاء الله شغال شغل على مستوى عالي، يعني بالنسبة للاقتصاد خاصة في مجال التصنيع الرئيس بيحاول ينقل البلد نقلة تانية في حتة تانية. بس هو الموضوع محتاج صبر شوية، لأن مش هيحصل منه وليلة يعني. خلاص يعني احنا نكون مثلا دلوقتي بنعاني برضك من ضغوط، لكن احنا متحملين وهنتحمل أكتر عشان خطر بلدنا. تمام. تنهض بنا إن شاء الله بإذن الله. تمام. حتى احنا لو تعثرنا مرة واثنين برضو نستحمل عشان خاطر البلد. ويعني أنا يعني بستغل المنبر بتاع سيادتك الإعلامي الكبير ده وأوجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلام جميل، كلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة تاني. زي ما شفتوا الأستاذ رضا الحريري يعني شاب من الشباب أو راجل من الرجال المحترمة اللي فاهم الدنيا حواليه عاملة إزاي، يعني ما شاء الله بالتوفيق المهندس رضا الحريري. هنروح يعني هنسيب محافظة الغربية وهنروح محافظة الدهلية. طبعا محافظة الدقهلية من المحافظات المميزة جدا في الزراعة
في الصناعة في الاستثمار. يعني مميزة جدا محافظة نقالية. التقيت بالمهندس حمدين الوزير رئيس مجلس إدارة مصنع حمدين للملابس الجاهزة. ده شاب مثال لكل شاب مصري محترم بياخد خطوات تجاه الصناعة. بدايته قريبة جدا، يعني بدايته في الصناعة من سنة، ما كملش سنة، عنده عمالة، بيوت مفتوحة، راجل بياخد خطوات، يعني بياخد خطوات بأمن على عمالته، بيرخص، يعني شاب محترم جدا بياخد خطوات تجاه الصناعة. عاوز يشغل شباب أهل القرية، يعني قريته عاوز يشغل شبابها. هو طبعا كان سافر لبعض الدول العربية، وفي الوقت الحالي مقيم في إحدى قرى محافظة الدقهلية. بدايته كانت بمكنة، بعد كده جاب مكانتين، بعد كده جاب ثلاثة، خط خطوات وخطوات بطرق شرعية محترمة. المعوقات اللي بتقابله السوق، يعني الركود. طبعا المنطقة اللي قائم فيها بعض الخدمات يعني سيئة شوية، فاحنا بنطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بنظرة للقرية. هنشوف الأستاذ أو المهندس حمدين الوزير وهنرجع لحضراتكم تاني. أخش وأجرب فيها، فالحمد لله يعني عجبتني كويسة، وكنت بادئ بمكان صغير، فالحمد لله دلوقتي طورته ومكان حديث كله، والحمد لله خدمت زي ما أنت شايف دلوقتي كده المجموعة اللي شغالة كلها من عندي هنا من البلد، وشغالين كويس وناس مبسوطة معاه في الشغل الحمد لله رب العالمين. تمام. حضرتك يا استاذ حمدين يعني احكي لي، خدت اول خطوه ازاي وثاني خطوه ازاي لحد ما وصلنا يعني المكان اللي احنا فيه المحترم؟ انا قبل ما اخد الخطوه سالت اكتر من كم واحد شغالين في نفس المجال، فلقيت برضك فكرهم كويس في الشغل وحياتهم كويسه، يعني الشغل باين عليهم والمشروع يعني مدي لهم، فاخدت الخطوه وقلت اتوكل على الله، خدت الخطوه الحمد لله زي ما انت شايف الامور مشيت يعني الحمد لله. يعني انت حضرتك حبيت الصناعه؟ هي الصناعه يعتبر راس مال البلد في اي مكان، يعني هنا او في اي مكان، هي الصناعه اللي بتحرك البلد، فاي حاجه ثانيه غير الصناعه بتبقى دخلها قليل، انما الصناعه كتجاره وصناعه بتطور وبتعلي الانسان يعني. تمام. حضرتك استاذ حمدين ايه المعوقات اللي بتقابلها الصناعة في الوقت الحالي؟ يعني دايما سيادة الرئيس بيقول الصناعة استثمار الزراعة، حضرتك يعني المعوق اللي بقابلك في الصناعة في الوقت الحالي؟ هو مفيش معوقات في الصناعة غير ان انت مثلا يبقى الدنيا مثلا مريحة معاك في الشغل شوية، فبالتالي المصنع بيريح كصناعية بيريحهم، كمكان كله بيقف، ممكن يقف اسبوع اثنين يومين ثلاثة اربعة، اكبر حد ممكن يقف اسبوع، بعد كده الدنيا بتبدأ تشتغل تاني بس مش بنفس القوة اللي احنا شغالين بيها، بتبقى درجات 50% 70% لحد ما توصل، بس ده مش على مدار السنة، دي الكلام ده بيبقى مثلا في حدود 3 شهور في السنة، شهرين في السنة، الكلام ده اللي بيحصل فيه. تمام. انا بقيت السنة بيبقى الشغل كويس. تمام. دايما بيشتكوا من العمالة المصنعين، يعني بيقولوا دايما العمالة غير منتظمة، العمالة عاملة مشاكل، العمالة مش موجودة. أغلبية المصنعين هو عامة العامل منتظم معاك من أسلوبك ومن طريقتك في الحساب معاه، ما دام أنت منتظم في المشاكل دول وبتعامله مش كعامل عندك اكيد هيحب المكان وهيحب يشتغل معاك، ولو قال حتى اجر اعلى هيفضل المعامله كويسه ويفضل اللي بيحبه. طب انا شايفك شاب من الشباب المبتدا جدا اللي خدت خطوات تجاه الصناعه، وابتدي بدايات محترمه جدا من الطرق الشرعيه، تنصح الشباب بايه؟ يعني الشباب دايما الكل بيشتكي منه من الامانه. كل شاب شايف حاجه مناسبه ليه يقدر يدي فيها يعملها، وكل واحد برضك الحاجات ده على حسب الامكانيات. بس ما يبداش التيك توك، ما يبداش التيك توك، لان التيك توك مش مستقبل. هو التيك توك مش مستقبل ومش مشروع ان هو بينمو، لا هو دي حاجه مثلا واحد امكانياته ما يقدرش يجيب او ما يعرفش صنعه او ما يعرفش حاجه غير ان هو يشتغل في التيك توك. تمام. فبالتالي مش هينفع يجي يشتغل في مجال كده، مش هينفع يشتغل في مجال تاني تصنيعي او يعني تنصحهم ان هم يجتهدوا. هو لو دخل في مجال ده من بداية هيتعلم، هيبدأ الفكرة تعجبه، هيبدأ يطور من نفسه، هيجيب مكنة، هيجيب اثنين، يعتمد على نفسه، انما هو لازم ناخد الخطوة ان هو يعتمد على نفسه بحاجة. ورجعنا لحضراتكم تاني. زي ما حضراتكم شفت الأستاذ حمدين الوزير رئيس مجلس إدارة مصنع حمدين للملابس الجاهزة، شاب يا جماعة من الشباب
المجتهدة جدا اللي بتاخد خطوات تجاه الصناعة. مشغل عمالة من القرية مفيش معوقات بتقابل ما بيشتغيش، بياخد خطوات زي ما قلت لحضراتكم بطرق محترمة جدا، وهو مثال مشرف لكل شاب محترم بياخد خطوات تجاه الصناعة بالتوفيق إن شاء الله. هنروح لمجال آخر من المجالات المهمة جدا اللي بتخدم على جميع الصناعات. التقيت بالمهندس وائل ماهر حلمي رئيس مجلس إدارة المتحدة للأقمشة الغير منسوجة، يعني المتحدة للأقمشة الغير منسوجة بدايته حكاية كبيرة جدا، يعني بدايته في المجال يعني الموضوع كبير شوية يا جماعة، بدايته بداية جميلة جدا. يعني هو كان قائم في محافظة الدقهلية، مشي من محافظة الدقهلية راح محافظة الغربية وبدأ يصنع ويستثمر وياخد خطوات تجاه الصناعة بطرق محترمة جدا. يعني بدايته كانت بمكنة والمكنة مش بتاعته، يعني مكنة بدايته بمكنة ورأس المال اللي هو تمن المكنة مش بتاعه، هو بيقول لي كده وحضراتكم هتسمعوه هتشوفوه، فده شيء كويس جدا. الراجل جايبها يعني بتعب وبشقة وبرجولة يعني من تحت، ده مثال. عنده أكتر من 60 عامل، يعني 60 بيت مفتوحين، يعني حاجة محترمة جدا. بدايته في المجال بشكل خاص يعني من فترة مش كبيرة، يعني مش كبيرة جدا، بس خد خطوات اجتهد. المعوقات اللي بتقابله في المجال بشكل خاص يعني عنده بعض المعوقات بالنسبة راجل عاوز ياخد خطوات بطرق شرعية تجاه الصناعة، بس في معوقات بتقابله من بعض المسؤولين بتعطله. هو مجتهد جدا وراجل براعي ربنا ماشي كل حاجة شرعي، يعني مش زي الناس اللي هي بتشتغل تحت السلم اللي ما عندهاش تكلفة. في ناس ما عندهاش تكلفة وبتضرب بعض المنتجات للمصنعين، فالرقابة من بعض المسؤولين بالنسبة للناس اللي غير مطابقة للمواصفات. لكن المهندس وائل ماهر علمي من الناس المميزة جدا في صناعة المتحدة للأقمشة الغير منسوجة. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة وهنرجع لحضراتكم تاني. يعني احنا ابتدينا بمكنة يعني مش بتاعتنا، وكان وقتها الكلام ده كان 96، كان معنا مثلا 300 جنيه، وابتديت اجيب رول وخسرت 75، اصبح انا معايا 225 جنيه. والمكنه دي ما كنت يعني واخدينها شحاته من الناس، يعني ده بالبلدي يعني. تمام. وابتدينا ان احنا نطور الموضوع شويه انا واخويا، واختي كانت معانا وهي بتشتغل واحنا بنوزع بره، والمكنه كنا حطينا في اوضه وصاله، وبعدين ابتدى الموضوع عندنا هنا في المحله شويه الصناعه الحمد لله ماشيه يعني. تمام. الكلام ده كان 96 يعني. 96. تمام. ودخلت الجيش وطلعت تاني نكبر يعني المكان. الكلام ده كله كان قبل الجيش كمان. كان قبل. يعني كان المرحله السنيه بتاعت حضرتك كانت كام سنه يا فندم؟ كان وقتها في حدود مثلا بنتكلم في 18 سنه. 18 سنه. يعني الشباب اللي شايفنا دلوقتي او يعني بشاهدنا دلوقتي يعني مثال لكل شاب المفروض يعني بدل التوك توك بدل اللي احنا فيه دلوقتي بصراحه يعني. اتفضل يا فندم. وابتدين بقى بعد خلصت الجيش بقى بدانا نوسع المصنع انا واخويا، وخدنا مكان تاني والمكنه بقت اتنين وتلاته والمصنع بقى مصنعين، والحمد لله دلوقتي انا ليا كيان اسمه الشركه زي ما انتم قاعدين فيه دلوقتي، الحمد لله نشكر ربنا في بركه يعني. تمام. العماله عند حضرتك عامله ايه؟ يعني دايما كل المصنعين بيشتكوا لي من العماله. العماله برضو زي ما انت قلت التوك توك دي مشكله كبيره، ان هو بدل العماله. طبعا العماله المدربه. طبعا. والغير مدرب الحرفي. الحرفي خدته. يعني التوك توك ده بقى عائق كبير قوي عندنا هنا في المحل. تمام. يعني اللي معاه صنعه ممكن يشتغل من وراه كويس بقى بيستسهل ويروح يركب توك توك. حضرتك المعوقات بقى اللي بتقابلك في الصناعه في الوقت الحالي او عامله لك معوقات في الصناعه ايه يا فندم؟ يعني اول حاجه مثلا بنتكلم في السجل الصناعي، انا عاوز اطلع سجل صناعي لان مثلا عاوز اوسع، عاوز اصدر،
عايز اخش في التصدير. طبعا طالبين مني سجل صناعي، فالسجل الصناعي مش عارف اطلعه. ايه السبب يا فندم ان انت مش عارف تطلعه رغم ان في الوقت الحالي في عصر السيد الرئيس يعني في تسهيلات شويه؟ مش عارف يعني، هو الموظف اللي جه يفتش عليا قال لي انت تبع الجلود. تبع الجلود وانت مش جلود؟ انا مش جلود خالص. انا طبع حاجه اسمها الغير منسوجه، انا بقفل الشنطه بس. فهو قفل الملف على كده، فاضطرينا ان احنا نروح للقاهره وناخد موافقه من الهيئه الهندسيه هناك، وهيجي لنا لجنه من القاهره تاني. يعني كان الامور كلها اختصرت بسرعه وكنا خلصنا بسرعه. تمام. والسجل الصناعي طلع. بس اضطرينا نروح القاهره وهيجي لنا زياره من القاهره مخصوص لنا هنا. فطبعا انا عندي هنا في المحله، طب انا من المحله ما تخلصتش ليه؟ اضطرينا نروح للقاهره. ويعني هي انت في التجمع الخامس. لفه كبيره لحد ما تجينا هنا. العيب مش في القاهره، مش بتكلم على، بتكلم علينا هنا. هنا ليه الموضوع ما خلصش بسرعه؟ تمام. طب انا عاوز كلام من خلال حضرتك للدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، تقول له يا فندم؟ اقول له يعني بصراحه احنا عاوزين نشتغل، واحنا فاتحين بيوت وفي ناس برضو فاتحه من خلالنا بيوت. فانا جيت في مره قلت انا خلاص في الوقت ايام الكورونا الحمد لله كنا بنفكر فعلا احنا نصفي او نقف، مش هنصفي. ايام الكورونا كان يعني كنت عاوز اتوقف. اوقف تمام، بس الحمد لله ما توقفناش، ابتدينا برضو نقاوح ونزق بسبب المعوقات دي، لانه وقتها برضو الكهرباء كمان في معوق. ايه المعوق بقى اللي في الكهرباء يا فندم اللي عامل لك مشاكل؟ يعني انا هنا عاوز دخل عداد كهرباء. انا على ممارسه. تمام. طبعا انا بدفع الممارسة، ما فيش مشكله. بتدفع كام يا فندم؟ يعني ممكن 25000 20000. تمام كده 15. تمام. في الرينج ده. يعني 15 20 25. تحدى يعني حد ادنى 15. تمام. المشكله مش في كده، المشكله انا عاوز ادخل عداد. انا عاوز عداد، انا معايا رخصه. تمام. وعاوز ادخل عداد. انا عاوز، مش عاوز ابقى على ممارسه. بس بقى بالمعوقات ان العداد يقول لك لسه استنى دورك، انا مقدم طلب من شهر 8 2020. تمام. ولسه ما جاليش الدور. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا الاستاذ وائل ماهر حلمي ده مثال لكل مصنع محترم بياخد خطوات تجاه الصناعه. زي ما سمعتوه عنده بعض المعوقات، يعني السيد الرئيس بيقول الصناعه وبيقول الاستثمار وبيقول الزراعه وبيقول نجتهد والمسؤولين اجتهدوا. في بعض المسؤولين يعني انتوا فاهمين يعني انا عاوز اقول ايه، يعني ما بيجتهدوش، ما بيشوفوش المصنع مشاكله ايه ويحلوها. يعني الرئيس بيقول صناعه وفي بعض المسؤولين بيوقفوا الصناعه، فدي مشكله يا جماعه. يعني راجل مصنع اهو عاوز يركب عداد كهرباء عشان يمشي شرعي، ما يركبلوش عداد كهرباء ليه؟ ايه المانع ان هو ما يركبلوش عداد كهرباء؟ طبعا بنناشد المسؤولين في محافظه الغربيه ان هم ينزلوا نظره للمهندس وائل ماهر حلمي مصنع الشركه المتحده للاقمشه، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه من الناس المجتهده اللي بتنزل الشارع بتشوف مشاكل المصنع. بالتوفيق ان شاء الله المهندس وائل ماهر حلمي. هنروح لمجال اخر من المجالات المهمه جدا اللي مفيش بيت في مصر ما بيستخدمهاش، مجال صناعه المواد الغذائيه. المواد الغذائيه عاوزه ناس عندها ضمير، ناس بتراعي ربنا. التقيت بالاستاذ فهمي عرفه والاستاذ احمد عرفه، دول شابين من الشباب المجتهده جدا اللي واخدها خطوات. مصنع الفهد المنتجات الالبان، هم مميزين جدا في صناعتهم، صناعه الجبنه الرومي، في صناعه الجبنه البراميلي، هم بيصنعوا دول بس، لان بين البنين كذاب ان يخش في كل حاجه، هم مركزين في حاجه واحده بس، جبنه الرومي. مميزين جدا. في ناس بتصنع جبنه رومي وجبنه بيضه وجبنه براميلي مجنسه، عامله امراض الدنيا كلها والمستشفيات مليانه بسببها. فاحنا بنقول الرقابه، الرقابه بالمسؤولين بالنسبه للمواد الغذائيه. طبعا بدايتهم في 2010 في المجال بشكل خاص، هم في احدى قرى محافظه الغربيه. طبعا الركود ده عمل لهم مشكله، الغش التجاري كنت لسه بتكلم من شويه، عدم الرقابه على بعض المنتجات زي الجبنه المجنسه زي ما قلت، الصرف الصحي عندهم مفيش. يعني الصرف الصحي عندهم مفيش.
هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هما بياخدوها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. في البداية طبعا بعد ما خلصنا مرحلة التعليم، فبالتالي كل واحد بيدور على فرصة عمل، وبيدور على فرصة عمل للأفضل يعني. فقررت ان انا اسافر بره وكده، ويعني لدول أوروبية، ولكن ما حصلش النصيب بشكل كبير يعني. تمام. ودي كان من حسن حظ الواحد الحمد لله رب العالمين. وبعدين اتجهت، كان لي صديق في شغال في منتجات الألبان، فعرض علي الفكرة بشكل كويس. بدأنا ندرس الفكرة بنسبة كبيرة، والحمد لله دخلنا فيها. ودخلنا يعني طبعا انت داخل في مجال جديد، فالموضوع جديد بالنسبة لك، فكانت طبعا واجهتك بعض الصعوبات. فالحمد لله قدرنا نجتاز المواقف دي يعني بشكل كبير، والحمد لله قدرنا نحقق إلى حد ما في البداية يعني. معظم صعوبات كانت بتبقى كبيرة جدا، بس مع الإصرار والعزيمة انك انت عايز تنجح وعايز تتخطى مراحل كبيرة جدا، والحمد لله تخطيناها وبدأنا. وبدأنا ان احنا نطور برضو من نفسنا بشكل كبير الحمد لله رب العالمين. وفعليا يعني انا بشوف ايه الاحدث وبعمله، وبشوف ايه السوق متطلب ايه، وبحاول ان انا اسعى. اول هم ان انا يكون عندي ضمير في المنتج، والحمد لله دي يمكن بالنسبة لنا اللي هو الاساس. تمام. اللي انا بعمله اذا انا ما كنتش انا اكل منه ما اكلوش للناس الحمد لله يعني بصفة كبيرة وبنسبة كبيرة جدا يعني. منتجنا بيحوز على ثقة الناس يعني الحمد لله. فحضرتك المعوقات بقى اللي بتقابلك في صناعة الألبان في الوقت الحالي بشكل خاص؟ بالنسبة للمعوقات اللي هي بتقابلني في مجال بتاعنا، اللي هو طبعا في نسبة غش كبيرة، وطبعا نسبة الغش دي في ناس بتحط مواد الله يعلم بها. بس طبعا ان هو يقابلك يعني النهاردة لو احنا بنتنافس على جبنة رومي، فالنهاردة نزل رومي مجنس، الدهن النباتي فيه هو أصلا دهن نباتي، ما فيش دهن حيواني. فطبعا إن هو لو بينافسني منافسة شريفة، أنت بتتعامل بما يرضي الله في المنتج ده، هو أنت تعالى نافسني منافسة شريفة، وتأكد مليون المئة بفضل رب العالمين هكون أنا رقم واحد. إنما الغش اللي بدأ يبقى فيه بطريقة شرسة جدا، واعتقد يعني بنسبه كبيره جدا، فبدا ان انا منتجي ممكن يكون تكلفته الفعليه فرضا لو قلنا ان 60 جنيه، تكلفه الرومي الفعليه بالنسبه للرومي المجنس ممكن يكون تكلفته 30 جنيه الضعف بالظبط. طبعا فاصبح ان المنافسه ما هي الشريفه، المنافسه لو شريفه اشتغل بنفس المنتج بتاعي والقيمه بتاعتي وطلع نفسني في السوق. تمام. انما ما تنافسنيش بمنتج هو في هيكله رومي ولكن من داخله ده مش رومي. تمام. واحنا يعني وطبعا ده الموضوع ده بقى فيه استشراء جامد جدا، ان المستهلك ما عادش قادر يحدد بين الرومي الطبيعي وبين الرومي المجنس. والله انا ما كنتش مخطط خالص ان انا ادخل في مجال صناعه الالبان، بس سبحان الله رب العالمين خلصت كليتي وسافرت بره، وكان اخويا هنا، فأحد الاصدقاء قال في مشروع كويس صناعه الالبان وكده وكده، فقلنا نجرب. فالحمد لله مش الحال، الحمد لله رب العالمين يعني. والله معوقات كتيرة، مش حاجة بسيطة. أولا يعني المادة الخام من حيث الجودة ومن حيث النوع، المادة الخام أصبح فيها غش كتير جدا جدا، وغش مش ما نقدرش إن احنا نتعرف عليه بقى يعني إن احنا نشوفه بالعين أو نتذوق زي زمان. لا، دلوقتي في ألعاب كتيرة في غش اللبن، ولبن مجنز نازل في السوق بيحط عليه إضافات وحاجات زي كده احنا ما بنعرفهاش يعني. دي محتاجه في كل مكان يكون فيه معمل بيولوجي او الشيء اللي بيعرف يكتشف الحاجه دي، او معمل تبع وزاره الزراعه يعرف لنا الحاجه دي. فطبعا غش اللبن ده اصبح رقم واحد. غش اللبن وحش، اولا لا بيديني جوده ولا بيديني انتاج، وبيخليني مثلا على اعصابي في معظم الاحوال. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا المهندس فهمي عرفه والاستاذ احمد عرفه، ناس من الناس اللي هي بتراعي ربنا في صناعتها، بالتوفيق ان شاء الله. بإذن الله الأسبوع القادم عندنا مواضيع مهمة جدا هنتكلم فيها بخصوص صناعة المواد الغذائية. صناعة المواد الغذائية يا جماعة فيها مشاكل كتير. الناس اللي هي تحت السلم، اللي بتلعب، اللي بتصنع لبن مجنس، هم معروفين. وطبعا سلامة الغذاء في الوقت الحالي هيبقى فيه رقابة غير عادية على بتوع المواد الغذائية.
بالذات صناعه الالبان، الناس اللي بتصنع جبنه مجنسه انه ما بتراعيش ربنا. يعني جبنه المجنسه او اللبن المجنس بيعمل مشاكل الدنيا، المستشفيات مليانه بسببهم، الناس اللي ما عندهمش ضمير. فاحنا بنقول الرقابه، الرقابه يا جماعه، يعني احنا عايزين بعض المسؤولين الرقابه شويه على المواد الغذائيه. يعني المواد الغذائيه شيء مهم جدا، انا باكلها وانت بتاكلها وعامله مشاكل. يعني لسه الناس بتقول الجبنه المجنسه ما فيش تكلفه بالنسبه لها، وبتنزل في السوق والناس بتاكل ومش فاهمه حاجه، الناس بتاكل بالشكل مش بالطعم. يعني هو عنده تكلفه والناس اللي تحت السلم ما عندهاش تكلفه وبتعمل مشاكل في صناعتها. يعني في بعض القرى بتصنع مواد غذائيه تحت السلم بطرق غير شرعيه خالص زي ما اتكلمت وقلت. فاحنا بنطلب المسؤولين ان هم يهتموا شويه بالرقابه على المواد الغذائيه زي ما قلت لحضراتكم. طبعا انا بحيي قنوات الصحه وجمال الفضائيه، وبحيي حضراتكم، وبحيي فريق العمل اللي بيتعب معانا جدا جدا، واشوفكم الاسبوع القادم وبرنامجكم ساعه في بلدي.